بآخر محطاتنا الصباحية لليوم مشاهدينا رح نحكي فيها عن العطاء والعمل الإنساني اللي يعتبر قيمة أصيلة عند السوريين، وأكيد ازدادت قيمته وصار له قيمة مضافة مع ازدياد التحديات اللي عم نعيشها يا رشا. أكيد يا ليلى، وشهدنا بالسنوات السابقة أهمية العمل الإنساني والعمل التطوعي، وأثبت وجوده بجميع المواقف وجميع الظروف اللي مرقت فيها سوريا. واليوم رح نضوي ضمن فقرتنا على جمعية الأيادي الجميلة اللي موجودة بجرمانة، وهي عم تقدم الدعم لمرضى السرطان. رح نضوي أكثر على هيئة الجمعية على الخدمات ونتعرف عليها من خلال ضيوفنا لليوم، وهي السيدة ماجدة عبيد رئيسة الجمعية. صباح الخير ست ماجدة. صباح النور. أهلا وسهلا بحضرتك. أيضا بدي رحب بالسيدة أمال حسن عضو بالجمعية. أهلا وسهلا ست أمال. أهلا وسهلا بحضرتكم، ويعطيكم ألف عافية لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها بالجمعية لدعم مرضى السرطان. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية. بداية خلينا نتعرف على جمعية الأيادي الجميلة بجرمانة، نبدأ من عند حضرتك، تفضلي. جمعية الأيادي الجميلة بجرمانة تأسست سنة 2019. نحن كنا منتسبات لجمعية لمسة حنان يلي هي بتعنا بمرضى السرطان. نعم. وخلال تواجدنا بالمركز كان كتير يجي أعداد هائلة من المرضى متعبين جسديا وماديا، وهذا المرض مكلف كتير. صح. أدويته. يعني حبينا نعمل مشروع ندعم فيه الجمعية حتى هي تضل كمان تستمر تدعم المرضى. عملنا مشروع إنه أشغال يدوية، انضم عملنا فريق مجموعة من 10 سيدات هن فنانين محترفين بشغل الكروشيه، الإتامين، كل شيء فنون يدوية. وهدول الستات تبرعوا بشغلهم تبرع. دعمنا نفسنا بنفسنا وعملنا مشروع بعد موافقة مجلس الإدارة على رأسه السيدة فلك كنفاني، هي اللي كمان شجعتنا وعملنا المشروع، والحمد لله مش الحال، بلشنا فيه شوي شوي لوصلنا إسا صرنا نعمل معارض، والحمد لله شغلنا نعرف بشكل كبير. يعطيكم ألف عافية. خلينا نحكي معك ست أمال، نحكي عن هن المشروع الجميل. نحن معنا كليب بس يكون جاهز أكيد رح ننتقل نشوف اليوم أهم الأعمال اليدوية اللي كانت موجودة ضمن المعرض أو ضمن المشروع. هذا كان له أثار خلينا نقول إيجابية جدا. نحكي كيف كان المعرض، كيف كان إقبال الناس، وخاصة وقت بتقولوا اليوم الريع لمين؟ لمرضى السرطان. احكونا عن أجواء المعرض بشكل عام، تفضلي استعمل. الله يخليك. المعرض كان كتير مفتح وضاوي وأعمال يدوية جيدة جدا، ونحن كلنا أعضاء الجمعية كل واحدة عم تبرر وتفرجي شغلة وتقانتها. في أشغال كنفة، في أشغال سنارة، في صوف، في سنارتين، الحمد لله يعني أشغال كتير مبهرة وحلوة. ولما عملنا المعرض عملناه بأول جرمانة كمان كان عليه إقبال حاد جدا، وناس كتير اجت تشترط الحمد لله، بيض وجهنا وإن شاء الله يكون وجهنا أبيض مع هالعالم كله ومع هالجمعية تحديدا إن شاء الله دائما. بدنا نرجع لعندك سيدة ماجدة، خلينا نحكي شوية، ذكرتي عن جمعية لمسة حنان، خلينا نحكي عن التشبيك اليوم اللي عم يصير بينكم وبين هي الجمعية. نحن أعضاء فيها، نحن ما عم نشبك معها، نحن أعضاء بالجمعية، أعضاء أساسيين، بس عملنا هاي مثل فريق من ضمن الجمعية، بس نحن بنشبك مع جمعيات تانية أحيان بيدعونا على معارض تانية منشارك فيها. ونحن ما توقعنا نوصل لهالنجاح الحمد لله، إنه كتير معارض. إسا عنا معرض 21/6 بحديقة البيئة بجرمانة اسمه معرض الزهور. السنة الماضية عملنا معرض، والسنة كمان. نحن بالنسبة لجمعية لمسة حنان نحن أعضاء فاعلين فيها، مو منشبك بس بالمعرض، عطول نحن فيها. وحيكون اليوم ضمن هذا المعرض أيضا أشغال يدوية؟ إيه طبعا، هن كتير في معارض مشاركة ونحن من ضمن المشاركين. طيب رح نتعرف على أعمالكم اللي كانت بالمعرض اللي اشتغلتوا عليه ضمن الكليب، خلونا نشوفه لو سمحتوا. تزامناً مع اليوم العالمي لموسيقى الجاز،
أقامت فرقة ديكسيلاند حفلاً موسيقياً بعنوان جاز إن موفيز على مسرح المركز الثقافي الروسي بدمشق. خلينا نرجع لعندك ونحكي اليوم عن أشكال الدعم اللي عم تقدموا حضرتكم بالجمعية. اليوم أي حدا عنده حالة مرضية بالبيت وحابب أنه يتواصل معكم، شو بتقدموا له؟ شو بتحاولوا تساعدوا ضمن الأمكانيات المتاحة؟ هلق في مساعدة مادية لما بيجي لعنا على المركز، طبعا بدنا نجيبه أوراق ثبوتية كمان. بيعطوه مساعدة شهرية، هي يمكن ما كفي كل العلاج بس مساعدة. وإذا كان موجود في مساعدات عينية كمان، وفي تصوير إيكو، في تصوير مامو، في كمان بيوجهوا هن مجلس الإدارة مشكور بيوجه المريض للمكان الصح، وين يروح وين يجي وين، يعني بيساعدوا ماديا وبيساعدوا بيجهدون إنه وين يروحوا وين يجوا ما يتلبكوا. هاي المساعدات اللي بيقدروا يقدموها. إذا في شيء عيني بيقدمه، في بحاجة تصوير بيساعده، ومادياً كل شهر إله بصير معاش بسيط، بس إنه شيء يساعده ضمن المتاح وضمن إمكانياتكم. ضمن يعني الإمكانيات اليوم هاي الإمكانيات حتى الصغير هي بتعمل دعم معنوي أكثر ما يكون مادي أيضاً. مبدأ بتحس إنه يعني بتحسس الطرف الآخر إنه عن جد لسه الدنيا بخير. اليوم في لسه الناس عم تشعر ببعضها. إيه الحمد لله، وحتى في ناس خيرين كتير وبيدعموا كتير، بيتبرع بيتبرع عايزي معوني وتبرعات الحمد لله كتير كويسة. يعني العالم الحمد لله بتحس ببعضها، مو ما بترك بعضها. تمام. العمل الإنساني واجب وعلى كل شخص. أكيد أكيد. تمام. إذا بدنا نحكي اليوم عن الفئات العمرية اللي عم بتقدموا للدعم، ويمكن الفرق بالتعاطي أو الحالة النفسية اللي بين الأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة بالتعاطي مع المرض. لا الحمد لله ما في عندنا فرق بهيك بالتعاطي أبدا. أي إنسان تعبان مريض صغير كبير أهلا وسهلا فيه، ما في فرق بالفئات العمرية، نحاول نعالجه يعني نقدمه للمعالجة. سؤالي بالنسبة للحالات هنون حالتهم النفسية الأعمار الصغيرة، هل بتفرق اليوم بتعاطيهم مع المرض بين الأعمار الصغيرة بتقبلهم للمرض يمكن، أو عندهم حافز لحتى نحن اليوم بدنا نتعافى من هذا المرض؟ الأطفال أكيد يعني بعد ما في وعي كامل بجوز ما ينتبهوا وما يركزوا، بس الناس الكبيرة بالعكس عم تساعدنا وبتقوينا، وهي بتساعد إذا في مرضى صغار بتعطيهم الأدوية بتدلهم على الطريق اللي لازم يسلكوا. لا الحمد لله بيعملوا ندوات توعية يعني كمان. قدمتم اليوم هاي القصة اليوم ندوات التوعية اليوم للأهالي؟ يعني اليوم هذا احنا عم نتعامل اليوم مع مرض صامت، يعني اكتشافه ممكن يكون بآخر مراحله يعني. لذلك اليوم أيضا بتروحوا لندوات التوعية؟ نحن هي الجمعية، نحن الأيادي الجميلة ما بنتعاطى مع المرضى مثل هن أعضاء الجمعية الأساسيين. مجلس الإدارة لمسة حنان، نعم هن مجلس الإدارة هو اللي بيتعاطى أكثر مع المرضى. نحن تعاطينا أكثر بالأشغال اليدوية لندعم ندعم يعني هن فيهم يفيدوكم أكثر بهذا الموضوع. نحن بنعمل المعارض الشغل، بنستقبل شغل منشغل وأغلبه تبرع عم بيكون أكيد. لندعم بس التعاطي معهم هدول المرضى مو نحن. بس أنت يعني اليوم أيضا بيجو مثل ما بيقولوا، بتشوفي حالات إنه اليوم في حالات كتير لو كان في كشف مبكر ما كنا وصلنا لهون، كان في وعي أكثر. هي التوعية للكشف المبكر صح. حتى في بشهر تشرين اسمه الشهر الوردي عم بيكون في فحص مجاني لأي حدا بحب يفحص للثدي، فحص مجاني لكل حدا بيسجل وبيجي بينفحص بدون أي مقابل. هذا كمان عم تقدمه الجمعية. طب اليوم إذا بدنا نرجع هيك ونركز على النقطة الأساسية اللي هي الدعم النفسي، قديش هو مهم لنسب الشفاء اليوم عند المرضى، وقديش يمكن في حالات بتشوفوها قديه بتأثر عليهم الحالة النفسية كتير. والدعم المعنوي بنسب الشفاء كتير. الحالة النفسية بهذا المرض بالذات في إلى بدها دعم، ما هي الندوات للدعم النفسي. هي غالبا هاي الندوات بتصير ليدعموا نفسيا وبيدعوا عليها المرضى وبيجوا بيحضروها المرضى وبيجوا بيحضروها، وأكيد إلى تأثير كبير.
هي نصف العلاج دائما بيقولوا يعني خاصة مريض السرطان اللي بيكون عنده جرعات بتكون حالته النفسية. عفوا عنا جمعيتنا كمان عم تساعد بتعليم مساعدة للبكالوريا، دورات تدريبية تعليمية، دورات خياطة تريكو، دورات اختي هون شاطرة بالخياطة وأنا بالتريكو، يعني الحمد لله عم تعلموا عدى الأعمار اللي بريد. ما في تحديد للعمر، ما في أعمار يعني. اللي بريد أهلا وسهلا فيه، وما في دفع مصاري للجمعية، مبلغ بسيط كتير لأنها جمعية تعاونية. نحن مقدمة مجانا الدورة، كتير حلو، مجانية، بس بيدفعوا رسم صغير وبيروح للجمعية لدعم المرضى. واليوم أنتوا عم تأمنوا مشروع صغير أيضا للناس، يعني من خلال هاي الكورسات اللي عم تشتغلوا عليها، يعني غير الدعم الآخر. اليوم وقت منقول لمسة حنان وحضرتكم، يوم أي حد عم بيشوفنا وعنده حالة حب يتواصل معكم، هل التواصل حيكون معكم أو مع جمعية لمسة حنان كرمال إذا قادرين يقدموا له أي دعم؟ للجمعية أفضل، بيجي على الجمعية على المركز، مركز الجمعية، وبيطلب منهم المطلوب، الأوراق المطلوبة، بيقدم لهم كل الدعم. طيب شو العنوان؟ يعني كرمال هيك نعطي تفاصيل أكثر. جرمانة شارع الموقف، هي في مركز الجمعية لمسة حنان، معروفة هي بجرمانة، بيقدر وفي هي لكافة الأطياف الأعمار. كتير حلو. طب اليوم إذا بدنا نحكي عن السيدات، انتم كسيدات عم تعملوا هدول المشاريع، ودائما هي المشاريع الصغيره اللي عم بنشوفها وشدناها رشا كمان بالفتره الاخيره، كثير يمكن صبايا حتى عم يشتغلوا هاي المشاريع الصغيره يمكن ليدعموا نفسهم اليوم، ومثل مردود مادي لهم. اليوم اذا بدنا نحكي عن هذا المشروع اللي عم تقوموا فيه، هو دعم لمرضى السرطان، هل اليوم في سيدات من المرضى شاركوا بهذه المشاريع أو حبوا أنهم يعملوا شيء لحتى يكونوا مشاركين أيضاً بهي المشاريع؟ للسيدات المرضى لا أكيد، ما في ناس دخلت جديد معنا، بعدين نحن فئة معدودة، معروفين 10 أعضوات وشاطرين بالتريكو، وقليل بيجي لعنا ناس جديدة، ولما بنشتغل دغري بنجهز للمعارض، بنجهز يعني صرنا معروفين. عفوا ما في شيء وجوه جديده عم تيجي تساعدنا الا اذا كانت معاوزه متضايقه، بجوز نساعدها نعلمها، نبعث لها لعندها اختي هون الحمد لله خبيره بهيك شغله، عم تبعث لهم على بيوتهم حرام شوي تعبانين ماديا، بنساعدها وبنستفيد نحن كمان من شغلها، بتاخذ اجار انه بيساعدها على الحياه، يعني تاخذ اجره اللي عم باب رزق يعني. اليوم ايضا عم يكون في مساعده لفتح باب رزق ومردود مادي ضمن الظروف اللي عم نعيشها. الناس كثير تعبانه والحمد لله عم تنبسط بشغلنا وعم تاخذ انتاجها، بس الحمد لله نحن مو لنحمد بحالنا، انتاج ما عندنا، نحن كل ارادنا للجمعيه الخيريه الحمد لله، يعني شيء بسيط بس لنشتري المواد الأساسية اللي قلنا. طيب اليوم رايحين نحن على معرض، خلينا نحكي بلشتوا جهزتوا، قديش لازمكم لسه دعم، قديش بتكون وقت لتكونوا جاهزين؟ لسه نحن كل سنة عم نعمل معرض أو اثنين كل سنة، وخاصة بشهر أذار منجهز له كل السنة ومنشتغل فيه. لسه نحن اللي حابين انه يكون عندنا امكانيه بعد انه نجيب ماكينات لنا خاصه خياطه نحتاج ندرس خياطه وشغلات يعني اساسيه، يعني نعتمد على اللي عندنا ببيوتنا او على الخياطين او على نحن بنتمنى نوصل لهون ان نحن نكتفي بكل الادوات ذاتيا، لهالمشروع هاي اللي نحن بنتمناها، نتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى، لكل المرضى ما يضل مريض سرطان بسوريا. أكيد هيك بالختام بدنا نتشكركم على هي الجهود اللي عم تقوموا فيها تجاه هدول المرضى، وأكيد بدنا نتشكر كل شخص عم يقدم دعم لو شيء بسيط لهدول المرضى، يعني اللي هنن بحاجة، وفعلا هذا الشيء موجود عندنا، ومثل ما ذكرنا بالمقدمة يعني هي قيمة أصيلة عند السوريين، العطاء والعمل الإنساني. شكرا لكم، الله يخليكم، شكرا كبير لكم، عم تروجوا لنا مشروعنا وتدعمونا، عندنا صفحة يكملها معنا ويعطينا اللي لازم نعمله، عندنا صفحة على الفيس كمان اسمها الأيادي الجميلة. أكيد أي حدا اليوم في يفتح صفحة الفيس واليوم يتصفحها ويشوف الشغل، يعني واليوم إن شاء الله هيك صوتكم بيوصل، إن شاء الله بتكون الأيادي البيضاء كتير، نقدر من خلال صباحنا نوصل صوتكم بتأمين، خلينا نقول الاكتفاء الذاتي، لتقدروا توصلوا رسالتكم صح لجميع المرضى لتقدموا هذا العمل الإنساني الجميل. شكرا كتير بحضوركم لليوم، بدي أتشكرك لليوم السيدة ماجدة عبيد رئيسة
الجمعية أيضا، والسيدة أمال حسن عضو في الجمعية. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. ويا ريت هيك فينا نحن نقدر نقدم شيء. نحن اليوم عم نضوي على جميع الجمعيات وجميع الأعمال. شكرا لكم كمان. أهلا بكم، يعطيكم العافية. يا هلا.